مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا المساء، وعلى بركة الله ينطلق الشوط التاسع الخاص بالبكار الحقائق من مسافتنا 3 كيلومترات بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نسير ونبدأ بعد المراكز وننطلق مع أول المراكز، نندفع هنا مع الصدارة ومع أول المراكز. بعد المراكز هنا سوف نتعرف على أول المراكز والمنطلقة على الصدارة، ثاني المراكز وثاني الانطلاق. وصلت هنا هوايل بشعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، ولكن أو هناك قادمة ومنطلقة على ثاني المراكز، انتباه بشعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني، وهنا جابر بن علي بن سالم العمري في عملية التضمين. ثالث المراكز وثالث الانطلاق، وصلت مزوح بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، وهنا محمد بن ثاني الهاملي في عملية التضمير. وفي رابع المراكز اللي تسللت هناك من الجانب الآخر وانطلقت إلى ثالث المراكز، هنا سبا بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. وفي خامس المراكز وخامس الانطلاق وصلت حضور بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. وأعود إلى الصدارة إلى أول المراكز، انتباه بشعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني، وهنا جابر بن علي بن سالم العمري، ولكن اللي غيرت وانطلقت هنا على الصدارة وعلى أول المراكز لم تأت هنا معلوماتها، سوف نتعرف عليها بعد قليل. الله ثاني المراكز وثاني الانطلاق، غادمة مزوحة بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، وهنا محمد بن ثاني الهاملي في عملية التضمير. ثالث المراكز وثالث الانطلاق، حضور بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وفي رابع المراكز وصلت هنا المنطلقة سبا بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، لكن أجواء الكيلو متر الأخير. الله يا مزوح غيرت وانطلقت بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، وهنا محمد بن ثاني الهاملي في عملية التضمير. ثاني المراكز حضور تحضر بهذا الأداء، وهذا الأداء الجميل غيرت بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يغير الشبل. ثاني المراكز مزوح بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، وهنا محمد بن ثاني الهاملي في عملية التضمير. وفي رابع المراكز أو ثالث المراكز الشوف بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، لكن أعود مع الصدارة مع أول المراكز. الله الله الله، حضور والشبل يحضر في هذا المساء بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. ثاني المراكز مزوحة بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، وهنا محمد بن ثاني الهاملي، ولكن الله يا حضور بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس، ولكن الله يا الشوف تهانينا والناموس لهجن الشحانية وأيضا للمشاغب محمد بن خالد العطية من انتزع هذا الشوط. تهانينا والناموس. ثاني المراكز كانت هناك حضور بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ثالث المراكز أتت هنا مزوح بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، وهنا محمد بن ثاني الهاملي. وفي رابع المراكز وصلت هنا حسايف بشعار سمو سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وهنا سالم بن عامر بن راشد المدهوش. وفي خامس المراكز وصلت هنا هوايل بشعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وسعيد بن راشد الزعبي. مشاهدينا متابعين الأعزاء، هكذا هي التحديات حتى خط النهاية. نهني هجن الشحانية على انتزاع
وحضور الشوف بشعار هجن الشحانية. وأنا هني المشاغب محمد بن خالد العطية، توقيت زمني 4:21 بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للمشاغب محمد بن خالد العطية. ثاني المراكز آتت حضور والتوقيت زمني أيضا بشعار هجن الشحانية 4:21 جزءا واحد من الثانية. نهني الشبل جابر بن سالم بفرا المري. ثالث المراكز آتت هنا مزوح بشعارة الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، والتوقيت زمني 4:23 وجزء واحد من الثاني. ونهني محمد بن ثاني الهام لمشاهدينا متابعينا الأعزاء. هكذا